وحتى شركات صناعة الأدوية، لأن هذا كما نستطيع نقول ثورة التغيير، عاصفة التغيير، كل شيء يحدث بطريقة على شكل عاصفة. لماذا نقول عاصفة؟ لأن أصبح الإنسان المعاصر قريبا عاجلا أم آجلا سيتوقف عن أو سيقلل بشكل كبير عن استخدام العقاقير الطبية. كما نحن على تجربتنا 13 سنة وجميع أفراد الأسرة لم نحتاج أي أدوية للجوء إلى الأدوية فقط من خلال العلاج بالماء الساخن. لذا هذه عاصفة التغيير، فشركات صناعة الأدوية تنفق كل مجرد دواء واحد يكلف ما يقرب مليار دولار أمريكي، ويتطلب 15 سنة حتى لإثبات الدواء فعاليته، لكن يترك أثرا. فأصبح المجتمع اليوم مجتمع يقلل من استخدام العقاقير الطبية تحديدا بعد أحداث فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. هناك تغيير شامل، عاصفة. لذلك هذه المليارات من الدولارات التي تنفق، إذا كان دواء واحد يكلف مليار دولار، لذا هذه الشركات الأدوية لابد أن تحاول بأي طريقة عملية الترويج لبيع هذه منتجاتها لاسترداد التكاليف return of investment أو عودة الاستثمار. لكن هذه هي عاصفة التغيير، تغيير قادم. فأيضا المناداة، الاستجداء حتى تمتد لشركات الأدوية، تفتح مشاريع اللي تتعلق بالعافية، الصحة الطبيعية، بدل من انفاق في الكيماويات التي ستضر. أظهرت مدى أضرارها أكثر من منافعها، والمجتمع المعاصر مجتمع منفتح، المجتمع العولمة أصبحت النتيجة للثورة المعلوماتية، وأصبح أطباء شهيرين شخصيا أيضا ينتقدون الأدوية وشركات الأدوية وصناعة الأدوية لوجود أضرار جسيمة في الأدوية أكثر من منافعها. فحان الآن، فهذه عاصفة التغيير قادما لا مفر منها، لأن يرجع للمجتمع الدولي، المجتمع الذي هو أصبح مجتمع مثقف ومعاصر، يعلم يستطيع يكتشف ما بجسمه وما يحتاج جسمه من الوقاية الذاتية والصيانة الذاتية والشفاء الذاتي من خلال العودة إلى الطبيعة. هذا هي فقط أردنا أن نقدم في هذه الحلقة، لماذا نلجأ إلى الاستجداء، لماذا لجأنا إلى المناداة للعالم، دون العالم أكمله، دون وجود كل هذه، ذكرنا كل من هذه الجوانب لا نستطيع نمضي قدما. فنريد الجميع يتكاتف من أجل أولادنا، من أجل أحفادنا، من أجل البشرية، من أجل عالم أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة. الحمد لله، الماء ساخن طعامه، لذته كلها حولت هذه كل المنافع العظيمة. مدمن على الماء ساخن. وأنا أرجو منك المشاهد، أيها المشاهد، الإدمان تحصل نتيجة تكرار شيء مرارا ومرارا، فيصبح الجسد والروح يلتمس إلى تلك الشيء. وهكذا بالنسبة للماء الساخن، كن مدمنا على الماء الساخن، حيث نتواظب على البرنامج والأساليب الصحية والعلاجية الأخرى للماء الساخن، لتكتشف فعلا من أسرار عظيمة مخفية لم يكشفها التاريخ إطلاقا. السلام عليكم.